الأصحاح الثامن عشر. وترك بعد ذلك أثينا وجاء إلى كورنثوس، فوجد يهوديا من أهل البنط اسمه أكيلا جاء من وقت قريب من إيطاليا، هو وامرأته بريسكيلا، لأن القيصر كلاوديوس أمر جميع اليهود بالرحيل عن روما. فجاء بولس إليهما وأقام يعمل عندهما، لأنه كان من أهل صناعتهما، صناعة الخيام. وكان في كل سبت يجادل اليهود واليونانيين في المجمع محاولا إقناعهم. فلما وصل سيلا وتيموثاوس من مكدونية، حصر بولس كل همه في التبشير بكلمة الله، شاهدا لليهود على أن يسوع هو المسيح. ولكنهم كانوا يعارضون ويشتمون، فنفض ثوبه وقال لهم: دمكم على رؤوسكم، أنا بريء منكم، سأذهب بعد اليوم إلى غيركم من الشعوب. فانتقل من هناك إلى بيت ملاصق للمجمع يسكنه رجل غير يهودي يعبد الله اسمه تيتيوس يوستوس. فآمن كريسبوس رئيس المجمع بالرب، هو وجميع أهل بيته. وكان كثير من أهل كورنثوس يسمعون كلام بولس فيؤمنون ويتعمدون. فقال الرب لبولس ليلا في رؤيا له: لا تخف، بل تكلم ولا تسكت، فأنا معك ولن يؤذيك أحد، فلي شعب كبير في هذه المدينة. فأقام سنة وستة أشهر يعلم الناس كلام الله. ولما صار غاليون حاكما على أخائيا، تجمع اليهود كلهم وهجموا على بولس وساقوه إلى المحكمة وقالوا: هذا الرجل يحاول أن يقنع الناس بأن يعبدوا الله عبادة تخالف الشريعة. فأراد بولس أن يتكلم، فقال غاليون لليهود: أيها اليهود، لو كان في المسألة جرم أو جناية لسمعت شكواكم كما يقضي الحق، أما أن تكون المسألة جدلا في الألفاظ والأسماء وفي شريعتكم فتدبروا أنتم هذا الأمر، لأني لا أريد أن أكون قاضيا فيه. وطردهم من المحكمة، فقبضوا كلهم على سوستانيس رئيس المجمع وضربوه قدام المحكمة، وغاليون لا يبالي. وأقام بولس مدة من الزمن في كورنثوس، ثم ودع الإخوة وسافر في البحر إلى سوريا، ومعه بريسكيلا وأكيلا، فحلق رأسه في كنخيرية لنذر كان عليه. ولما وصلوا إلى أفسس فارقهما ودخل المجمع يجادل اليهود، فطلبوا إليه أن يطيل الإقامة بينهم فاعتذر، ولكنه قال لهم عندما ودعهم: سأعود إليكم إن شاء الله. وسافر في البحر من أفسس، فنزل في قيصرية، ومنها صعد إلى أورشليم وسلم على الكنيسة، ثم نزل إلى أنطاكيا، وبعدما صرف فيها بعض الوقت خرج وسار في غلاطية وفي الرجية يقوي عزائم التلاميذ. وجاء إلى أفسس يهودي اسمه أبولس من أهل الإسكندرية، فصيح اللسان، قدير في شرح الكتب المقدسة. تلقن مذهب الرب فاندفع يتكلم بحماسة ويعلم تعليما صحيحا ما يختص بيسوع، ولكنه كان لا يعرف إلا معمودية يوحنا. فلما بدأ يتكلم بجرأة في المجمع سمعه بريسكيلا وأكيلا، فأخذاه إلى بيتهما وشرحا له مذهب الله شرحا دقيقا، ثم عزم على السفر إلى أخائيا، فشجعه الإخوة وكتبوا إلى التلاميذ هناك أن يرحبوا به. فلما وصل إلى أخائيا كان بنعمة الله عونا كبيرا للمؤمنين، لأنه كان بقوة حججه يسكت اليهود علانية ويبين لهم من الكتب المقدسة أن يسوع هو المسيح.